السلام عليكم. الحمد لله، السباق الاول في هذا الموسم في الدوري المصري في قطر الدوحه، تحصلت على الميداليه، تحصلت على المرتبه الاولى. هذا شرف لي وشرفت الجزائر، والقادم افضل ان شاء الله. كيفاش كان السباق تكتيكي؟ يعني صعب جدا. السباق كان ثقيل نوعا ما، في اللفه الاولى 53 ثانيه. ان شاء الله في شرف الملتقى قدم ان شاء الله، سأعمل الحد الادنى لاشارك في البطوله العالميه. طموحك بطوله عالميه السنه؟ الطموح في البطوله العالميه في المتجر ان شاء الله، ميداليه ان شاء الله اشرف بها الجزائر ان شاء الله. لمن تهدي هذا الفوز اليوم؟ يعني الجزائر كلها تنتظر. في سأهدي الى كل جزائري يوم.